عاد بسلامة الله وحفظه مساء اليوم الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى أرض الوطن قادما من الرياض بعد رحلة علاجية تكللت ولله الحمد والشكر بالنجاح بفضل من الله سبحانه والرعاية الكريمة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وعبر الزعيم عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبا على كرم الضيافة والرعاية والاهتمام التي حظي بها أثناء تلقيه العلاج في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الطبية، وخص بالشكر قيادة الخدمات الطبية العسكرية السعودية وإدارة مدينة الأمير سلطان الطبية وطاقم الأطباء وكادر الفنيين والممرضين الذين أشرفوا على علاجه. الجدير بالذكر أن الزعيم علي عبد الله صالح قام أثناء إقامته في مدينة الرياض بزيارة للجنادرية وشاهد معالمها التراثية والتاريخية الرائعة وما تشهده من فعالية ثقافية وفنية ضمن مهرجانها السنوي الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة عربية وإسلامية ودولية لكبار المثقفين والأدباء والشعراء والعلماء والسياسيين والمبدعين في مختلف المجالات وذلك من مختلف دول العالم. كما التقى عددا من أبناء الجالية اليمنية المقيمين في المملكة العربية السعودية الذين قدموا له التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، وتبادل معهم الأحاديث الودية واطلع على شؤونهم وهمومهم وأنشطتهم المختلفة وتمنى لهم التوفيق والنجاح. وصف رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي الجهود التي بذلها ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن بالرائعة،